مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بفيديو اليوم راح نسوي 5 أفكار مناسبة للعودة للمدرسة في البوليت جيرنال. الثيم اللي بستعمله في هاي الصفحات مستوحى من قناة أماندا ريتشلي، راح أحط لكم الفيديو تاعها في صندوق الوصف. أول فكرة راح نسويها هي جدول الحصص. كتبت في العنوان Class Schedule واستعملت ألوان الباستل. بعدها رسمت حدودهم باستعمال قلم البيجما مايكرون 0.5. وبعدها بلشت أعمل الجدول على شكل مربعات ملونة. عملت الجدول 6 صفوف. أول صف رح نكتب فيه أيام الأسبوع، والصفوف اللي تحت رح نكتب فيها الحصص. يعني لو بتاخد 7 حصص باليوم بتحتاج تعمل 8 صفوف، ولو بتاخد 6 بتحتاج تعمل 7 صفوف وهيك. هلأ كتبت أيام الأسبوع من الأحد للسبت وبس. هيك صار الجدول جاهز وبتقدروا تعبوه بالمواد اللي راح تاخدوها هذا الفصل. كمان بتقدروا تتلعبوا بالألوان وتستعملوها ككود، إنه كل مادة لها لون معين بدون ما تكتبوا المادة. مثلاً اللون الأزرق للرياضيات، اللون البنفسجي للعلوم، وهكذا. وبالفراغ اللي جنب الجدول رسمت قلمين زي اللي رسمتهم أماندا ريتشلي في الثيم تاعها. وبس هيك خلصنا جدول الحصص. الصفحة اللي بعديها هي لمراقبة المصروف والأمور المالية، سميتها Budget Tracker. كتبت كلمة Budget باللون الأزرق الغامق وعملت هايلايت تحتيها باللون الأزرق الفاتح، كتبت عليه كلمة Tracker. وجنب الخط الأزرق رسمت هايلايتر. وهلا عم برسم الجدول لتدوين كل الأمور المالية، وفي الزاوية تحت رسمت غطاية الهايلايتر اللي رسمناه فوق. قسمت الجدول لثلاث خانات ولونته باللون الأزرق الفاتح، وكتبت جواته الانكم والسبندينجز والسيفينجز، وعملت ظل الجدول باللون الأزرق الغامق. الصفحة اللي بعديها راح تكون لمواعيد الامتحانات. استعملت اللون المشمشي والأخضر وكتبت العنوان بنفس الطريقة اللي كتبناها قبل شوي. رسمت ورقة مثبتة بدبوس وراح أحط عليها الكالندر، وراح تكون هاي لامتحانات الشهر الأول. وتحتيها عملت ورقة تانية بنفس الشكل راح تكون لامتحانات الشهر الثاني. وبالفراغ اللي تحت رسمت كمان أدوات مدرسية للزينة. رسمت مسطرة وقلمين رصاص، بعدين محاية وكليب. الصفحة اللي بعديها عملتها عشان ندون عليها علاماتنا في الامتحانات. كتبت ماركس بالعنوان باللون الأزرق الفاتح، وعملت حدودها بقلم البيجما مايكرون 0.5. بعدين تحتيهم رسمت واشي تيب، رسمت دائرة بعدين دائرة أكبر، وعملت التفاصيل عشان تبين 3D. الواشي تيب هو اللاصق اللي بيكون عليه رسومات وأشكال. رح أعمل هدول الواشي تيب مخططين بألوان مختلفة. أول واشي تيب رح ألونه باللون الأزرق الغامق، والتاني باللون الأخضر، والثالث باللون الأزرق الفاتح.
جواتهم كتبت الامتحانات الشهر الأول والثاني والثالث، وتحتيهم رسمت قصاصات من الواشي تيب، ورح نكتب فوقيهم أسماء المواد اللي رح ناخدها. وبعد كل امتحان بتقدر تدون علاماتك حسب المادة والشهر. آخر فكرة رح نعملها لليوم هي فكرة الروتين الصباحي أو المورنينج روتين. ببساطة بهاي الصفحة رح تكتب فيها الروتين اللي حابب تعمله قبل ما تداوم على المدرسة، مثلا لو حابب تفطر قبل الدوام أو تلعب رياضة أو تتأمل. هاي الأشياء كلها بتساعدك تكون مصحصح أكتر في الدوام، وبنصح فيها كل الطلاب. ولتزيين الصفحة رسمت مانج وكوكيز في الزاوية. وفي خلفية الصفحة رسمت قصاصة ورقية نكتب عليها الروتين تاعنا. وهيك بنكون سوينا 5 أفكار للعودة للمدرسة في البوليت جيرنال. لو حابين أعمل لكم جزء تاني من هاي السلسلة احكولي في التعليقات. بتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بهذا الفيديو، ولو عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، ولو طبقتوه ابعتوا لي الصور على الانستغرام حتى انشرها في الفيديوهات الجاي. بتمنى لكم سنة دراسية سعيدة، وبشوفكم في الفيديو الجاي. باي.